نص كلمة بقلم احمد رجب شخصية القائد تكون احيانا سحرية وكان هناك محاضرون في الجيش البريطاني في العالمين يؤكدون ان ما ينسب الى رومل اكاذيب وكان رومل يدخل احيانا بسيارته المعسكر الانجليزي خطا فيفهم الانجليز إنهم أصبحوا أسرى بعد احتلال المنطقة بينما العساكر الإنجليز مبهوتين بلا حراق حتى يهرب رومل بسيارته وكان نابليون قبل معركة أوسترلينز أكبر معركة يداعب الجنود أو يكتب رسالة غرامية لجوزفين وعندنا في مصر قائد سحري موهوب من نفس النوع طلب إلى الناس أن ينزلوا إلى الشارع فنزل 33 مليون مواطن وهو قائد معدي تنتقل شجاعته واقدامه وجراءته الى الجماهير التي يقودها ولا نريد ان يحجبه مكتب الرئاسه عنا بل نريد ان نراه دائما احمد رجب اداء صوتي ياسر حمايه